مفاعلات للتشخيص وكمامات من نوع FFP2 وألبسة وقائية موجهة للأطقم الطبية هي هبة أخرى تمنحها الصين للجزائر في إطار مكافحة فيروس كوفيد-19 من جهة، وتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وهذه المساعدات مكونة من مستلزمات الوقاية، كمامات من نوع FFP2 خاصة، هو مواد التكشيف للدياجنوستيك للرياكتيف، والباس يعني التقنيه للوقايه. وفي هذا المجال نشكر باسم الحكومه والشعب الجزائري، الحكومه الصينيه والشعب الصيني بهذه المساعدات اللي تخلينا نواجهوا الكورونا. هاد المساعدات في إطار يعني العلاقات التاريخية بين الجزائر والصين. هذه الشحنة ما هي إلا جزء من مساعدات إضافية ستبرمج خلال الأيام القادمة بهبات أكثر أهمية، فبكين تقول إنها لم تنسى وقوف الجزائر إلى جانبها بعد تفشي الوباء في ووهان، أول المدن التي مسها فيروس كورونا. دفعة جديدة من الصين كهبة إلى جانب الجزائر، وخلال الأيام القادمة وهناك كمان في هبات أخرى من جانب الصين في مساعدة الشعب الجزائري في مكافحة الفيروس كورونا. وإن الصين وهي سوف تتواصل بوقوف إلى جانب الجزائري، ونحن سوف نواصل تقديم مساعدات بكل ما بوسعنا إلى الشعب الجزائري وإلى جانب الجزائري. وإننا على ثقة بأننا نحن نعمل سويا حتى نحقق نصرا في مكافحة فيروس كورونا النهائية. الجسر الجوي بين بكين والجزائر سيعزز من احتياطات محاصرة وباء كورونا، تدعمه التبادلات المكثفة بين البلدين منذ بداية الأزمة الصحية.